خرقت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية اتفاقا مبرما مع الثوار، واستولت على مناطق جديدة في ريف حلب الشمالي بدعم من طيران العدوان الروسي. وفي سياق متصل، خرجت أول دفعة من اللاجئين الذين نزحوا من ريف حلب الشمالي إلى مدينة إدلب، مرورا بمدينة عفرين التي تسيطر عليها ميليشيا وحدات الحماية، وذلك ضمن اتفاق بين مجلس محافظة حلب الحرة والوحدات الذي نص على خروج 5 حافلات تقل 500 شخص إلى ريف حلب الغربي، على أن تستكمل باقي الرحلات خلال الأيام القادمة. نتابع التقرير ونعود للنقاش. على وقع التطورات الميدانية في حلب وريفها ودخول الثوار في مواجهات مفتوحة على أكثر من محور وضد أكثر من جهة، تطل ميليشيات سوريا الديمقراطية مدعومة بميليشيا الوحدات الكردية لتقحم نفسها في قلب هذا الصراع، وتستغل انشغال الثوار بصد الهجمات عن الريف الشمالي والجنوبي لتقدم المزيد من الأراضي الواقعة تحت سيطرة فصائل الثوار. ناشطون أفادوا بأن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت في الساعات الماضية على قريتي كفر أنطون ومرعناز وتل عجار المطلة على مطار منغ العسكري، بعد اشتباكات مع فصائل الثوار التي استهدفتها الطائرات الروسية، إضافة إلى بلدات منغ وأطراف بلدة دير الجمال. وهي ليست المرة الأولى التي تخرق فيها ميليشيا سوريا الديمقراطية هدنتها مع الثوار، حيث جرى التقدم في الأيام الماضية إلى قرى مريمين وكشتعار وصولا إلى خريبة والزيارة. ليس هذا فقط ما يحدث بريف حلب الشمالي، فهناك من يتحدث عن سيناريو آخر يدور حول تسليم تلك القرى لقوات سوريا الديمقراطية بالاتفاق مع الأهالي لحمايتها من القصف ووقف هجوم النظام وروسيا عليها، حيث يكمن الهدف الأبعد لتلك الميليشيات بالسيطرة على مطار منغ العسكري كمرحلة أولى، ومن ثم الوصول إلى مدن تل رفعت وعزاز ومارع في مرحلة لاحقة، لتكون بذلك مسيطرة على الجزء الأكبر من الحدود مع تركيا بما فيها معبر باب السلامة، الأمر الذي ترفضه أنقرة بشدة، فهي تعتبر الوحدات الكردية فرعا سوريا لحزب العمال الكردستاني المصنف على لوائح الإرهاب. ولكن يبقى هناك وجه آخر للمشهد الاستثنائي في ريف حلب الشمالي، وهو موجات النزوح الكبيرة التي تشهدها كافة المدن والبلدات. فمع استمرار إغلاق الحدود التركية في وجه الفارين من القصف الروسي، تم الاتفاق مع وحدات الحماية الكردية على استخدام المناطق الخاضعة لسيطرتها كممر آمن لنقل العائلات المهجرة باتجاه ريف حلب الغربي، حيث تم السماح حتى الآن بنقل 500 شخص من عفرين وصلوا إلى دارة عزة برفقة الهلال الأحمر العامل في مدينة عزاز، في حين سيتم نقل باقي العائلات بالتدريج خلال الفترة المقبلة. هذا الوضع الإنساني المتناقض مع ما تشهده المنطقة من صراعات مسلحة ورغبة كل طرف في مد نفوذه يخلق مزيدا من التعقيد، وربما يشرح مستقبلا طبيعة العلاقة بين الثوار من جهة وقوات الحماية الكردية من جهة أخرى. وأرحب بضيوفي لهذا المحور، دكتور عبيدة مشرف إعلامي من غازي عنتاب، العقيد أحمد الحمادي محلل عسكري واستراتيجي من الريحانية، عقيل حسين صحفي من باريس. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيادة العقيد، ميليشيا سوريا الديمقراطية تخرق الهدنة مع الثوار للمرة الرابعة، هل تستغل ميليشيا سوريا الديمقراطية يعني انشغال كتائب الثوار في التصدي لهجوم الميليشيات الإيرانية وتهاجم من الخلف لتشكل خاصرة رخوة لدخول النظام إلى حلب المحررة؟ السلام عليكم. تحياتي لك للإخوة الضيوف. شكرا. طبعا وحدات الحماية الكردية كما هو معروف تم تشكيلها من عدد من الفصائل وخاصة حلفائهم جيش الثوار، التي ضمت إليها جيش الثوار الذي يعتبر من العرب كواجهة لاحتلال القرى العربية ولفعل ما يفعلونه الآن. هؤلاء تم تشكيل هذه الوحدات ليس لنفس الغرض الذي قامت به الفصائل الثوار للدفاع
الأهالي ولحماية الثورة ولإسقاط النظام ولتأمين الحرية والكرامة للشعب السوري. هؤلاء وجدوا ليكونوا صدى أو يعملون تناغما مع النظام. فنرى في القامشلي والحسكة وكل المناطق هناك اتفاقيات مع النظام وتناغم مع قوات النظام، ونرى هنا في فترة انشغال الثوار في صد الهجوم من الميليشيات الطائفية على مناطق القرى التي تم احتلالها، حردتين ومعرسة الخان ورتيان وتل جبين وماير، فهم استغلوا انشغال الثوار في الدفاع عن مناطقهم وعن سكانهم معززين بقوة جوية هائلة ومسيطرة على في السماء على الأرض، والتي تقوم بحرق الأراضي، بينما داعش لا تبعد سوى أمتار عن هذه المنطقة. فاندفاع قوات الحماية الكردية في هذه المناطق يعتبر خرقا لميثاق الذي تم توقيعه، ليست اتفاق ولكن هناك هدنة كانت موجودة في المنطقة، وتم في أول فرصة تم استيلاء الوحدات الحماية الكردية على مريمين وتنب وأناب وكشتعار. ونرى أن القوات الحماية زيادة الاستغلال تم السيطرة من دير الجمال باتجاه الشمال إعزاز على كل الخط الواقع غربي هذا الخط، وعيونهم على مطار منغ، ويمكن أن يتوسعوا أكثر في هذه المنطقة. وهناك اجتماع حصل بين وحدات الحماية الكردية وعدد من أبناء المنطقة الباب، شرقي الباب وشرقي إعزاز وشمال الباب، عسى أن يتم إخلاء والتناغم بينهم وبين داعش لإخلاء هذه المنطقة والسيطرة عليها من جديد. هم يعاونون ويشاطرون النظام وداعش في حصار مدينة حلب وفي الإطباق على الثوار الذين خرجوا لحماية أهلهم من أجل الحرية والكرامة، وهم جاهزون لإقامة كيان كردي بين القامشلي وما بين عفرين، وعيونهم على الحدود على الحدود التركية. نعم دكتور عبيدة، يعني تكلم على سيادة العقيد عن سأذهب الآن إلى دكتور عبيدة. يتكلم سيادة العقيد عن توسع لهذه القوات، يعني هل تسعى هذه الميليشيا إلى تكبير منطقة نفوذها على 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 الشمال، يعني تحويلها إلى مكتسبات سياسية في حال العودة إلى طاولة المفاوضات؟ طبعا بداية تحياتي لك والسادة المشاهدين. شكرا. اللافت في التقرير واللافت في الكتابات على وسائل التواصل الاجتماعي عن خيانة وحدات الحماية الكردية، وكأن الخيانة تنطبق أولا على الصديق إذا كان صديقا، ونحن نعرف بالذات أن ميليشيا اليبقى هي من بداية الثورة السورية هي ضد الشعب السوري ووقفت جنبا إلى جنب مع النظام. نحن أنا كأبن مدينة الرقة وقد أعرف أخذت في تجربة ونعرف جيدا الوحدات وما فعلته في مدينة تل أبيض. أولا أود الآن سمعت أن هناك الوحدات تسعى للتفاوض مع أهل القرى في شمال حلب لتسليم قراهم. نحن نوجه رسالة عاجلة لهذه القرى ولأهالي هذه القرى. نحن أكلنا من هذه الميليشيات ما لم يأكله أحد. هذه الميليشيات هجرت ما يقارب عن 100 قرية، عن كلها قرى عربية. في البداية أوهموهم أنهم إذا لم تخرجوا من هذه القرى فأننا سنعطي الأحداثيات لطيران التحالف وسيقصفها وستقع على رؤوسكم. أخافوا الناس، هجروهم، وحتى هذه اللحظة جميع أهالي تل أبيض موجودين في المخيمات، ممنوع يحظر عليهم العودة بتاتا إلى مدنهم. طبعا هناك قرية سلوك اللي هي 24,000 نسمة، قرية السليب، قرية عبد كادي، قرية الثورة، قرية بير كنو، هذه قرى عربية بالكامل هجرت بالكامل. قرية ملبر وهي قرية ركمانية تم تهجيرها بالكامل، وكذلك فوق ذلك جرفوا البيوت
تجريف كامل أخرجوها. نعم. كذلك قاموا بمصادرة البيوت العربية وكذلك وأسكان الكرد فيها، وذلك بهدف التغيير الديموغرافي. أحب أن أنوه إلى شغلة بسيطة. في ريف تل أبيض وفي شمال الرقة، الميليشيا اليبقة تشكل 70% من قوات سوريا الديمقراطية، و30% هي قوات دفاع وطني. قوات دفاع وطني تأتي من الحسكة، أي هي تابعة لنظام بشار الأسد بشكل مباشر. طبعا المساعي التي يهدف إليها هذه القوة وهذه الميليشيات هي مكتسبات ليضعوها فيما بعد على طاولة المفاوضات، وكذلك ليهددوا بشكل مباشر أنقرة، ليهددوا الحدود التركية، ليسعوا أكثر لتنازلات أكثر من الجانب التركي. نعم، سأذهب إلى سيد عقيل أحسين. يعني هذه القوات الكردية والميليشيات المتحالفة معها تقاتل اليوم تحت غطاء جوي روسي وبرضا أمريكي رغم تضارب المصالح، فمن هو الحليف الحقيقي لهذه الميليشيات؟ إذا كنت تقصدين من هو الحليف الحقيقي من القوات على الأرض، فهو جيش الثوار، يعني هذا الفصيل الذي جاء به بشكل مفاجئ على عيون الناس، ليقولون أن هذه قوة عربية تابعة أيضا للجيش الحر، هي التي ستدخل وتسيطر على القرى والبلدات العربية في المناطق التي تهدف قوات سوريا الديمقراطية ومن ورائها وحدات الحماية، وحدات حماية الشعب الكردي، إلى التوسع في المنطقة الحدودية مع تركيا. هذا الحليف حتى الآن يعني ليس له هوية واضحة، ليس له حتى شكل ويعني عنوان يمكن من خلاله التوجه إليه بالحديث ومخاطبته بناء على خطوط عريضة أو تفاصيل أو حتى يعني أهداف يمكن مناقشته حولها، وبالتالي الصورة بأكملها تبدو سوداوية من بالنسبة للناس، للسكان، للأهالي في ريف حلب الشمالي. الآن الجميع يبحث عن سند للثوار، عن حليف للثوار، ويعني الخوض في البحث عن من هو وراء هذه الجهة وماذا تهدف تلك الجهة، كله معروف، كله أصبح واضح. من يمتلك القوة، من يمتلك الظروف، من يستغل الظروف هو الذي سوف يفقد سيطرته على أكبر مساحة ممكنة من الأرض في ريف حلب الشمالي. هناك سباق محموم بين الجميع من أجل إحكام مزيد من السيطرة على الكل، له أطماع فيها، وحدهم الثوار يعني في الحقيقة يواجهون كل هذه الأطماع. أنا يعني أسأل، إذا كانت أنقرة تعتبر توسع قوات سوريا الديمقراطية باعتبارها واجهة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، فلماذا لا تتحرك بشكل يواجه هذه المخاطر التي تتهدد القوم، الأمن القومي التركي، وبالتالي تستعيد حضورها كحليف قوي للثوار الذين هم بحاجة لأي حليف يمكن أن يخفف من الضغوط التي يواجهونها من جميع الأطراف؟ نعم. نعم، سأنقل هذا السؤال إلى سيادة العقيد أحمد الحمادي. يعني تكلم سيد عقيل عن تهديد لهذه القوات للحدود التركية، يعني الأمور أصبحت معقدة. برأيك هل ستقف تركيا كالمتفرج على ما يجري على حدودها؟ طبعا هي تهديد فعلا للحدود التركية السورية وفصل الحدود وفصل تركيا عن سوريا بإقامة جسم غريب ما بين القامشلي وعفرين. ما يثير التساؤل هو غموض الموقف الأمريكي من هذا الموقف، ورأينا بالأمس رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو لقد قال كلمته، إما نحن أن تكون العلاقات الأمريكية إما مع تركيا أو مع وحدات الحماية الكردية
الوبيدي البيدي. فهذه القوات ستهدد فعلا الأمن القومي التركي، وتركيا هي أدرى بمصالحها وأدرى بأمنها القومي، فهي التي تعرف ماذا ستفعل في مثل هذه الحالات. أما نحن كثوار فنحن نواجه فعلا السكوت الدولي المخزي وغموض الموقف الأمريكي وتماهي أمريكا والدول الأصدقاء سوريا مع ملالي طهران في التضييق على الثوار ومن أجل تطويق مدينة حلب والسيطرة على هذه المنطقة الهامة. نحن نقول لهم اليوم إنكم مستهدفون، وإن لم تسعفوا حلب وتسعفوا ثوار حلب فإنكم مستهدفون فعلا، وممكن أن لا ينفع الندم عندها. نعم دكتور عبيدة، يعني بعد هذا الخرق عفرين أو كانتون عفرين كما تسميها الإدارة الذاتية استقبل 2500 شخص من العالقين على الحدود التركية، يعني الجانب الإنساني كان متميزا عند أهالي عفرين. طبعا احنا لما نتكلم عن الـ عن الـ عن اليبقة لا نقصد اهلنا الكرد، فنحن ابناء بلد واحد ونحن اصحاب حلم واحد في سوريا حرة ديمقراطية. اما ما احنا لما نتكلم عن الوحدات الحماية الكردية، فهذا ما يفعله الوحدات الحماية الكردية هي واجهة انسانية، يعني هو حق اريد به باطل، يعني فمهما حاول فنحن ابناء المنطقة ونحن نرى ماذا يفعل اليبقة، ماذا تفعل من تهجير وماذا تفعل من اعتقالات، ماذا تفعل، كيف تحتكر الشريط الحدودي. يعني نعرف كيف فعلت باللواء ثوار الرقة وهو الجيش الحر عندما حاصرته في منطقة العلي باجلية، عندما رفض الانضمام إلى قوات سوريا الديمقراطية حاصروه وحذروا جميع الأفران في كل المناطق بأن الممنوع أن يورد الخبز إلى لواء ثوار الرقة حتى يستسلم وينضم لقوات سوريا الديمقراطية. نحن نعرف عندما تشكل جيش العشائر في شمال الرقة وذلك لحماية المتظاهرين الذي خرجوا بسبب الانتهاكات اللي قامت بها ميليشيا اليبقة، كيف حاصرهم كذلك في منطقة عين عيسى، وكذلك أمر منع عنهم تبع نفس سياسة النظام، تبع سياسة التجويع، حاصر جيش العشائر في منطقة عين عيسى ومنع وصول إليه أي غذاء، وذلك في أي واجهة إنسانية تتكلمين عليها سيدتي العزيزة. ونحن نرى على طول الشريط الحدودي كيف يتناغم هذه الميليشيا، تتناغم مع الاحتلال الروسي، كيف تتناغم مع الاحتلال الإيراني، كيف تتناغم مع كل من يقوم بقتل الشعب السوري. هذا حق ورد به باطل. الميليشيا اليبقة وتوجهها واضح، هدفها هو الروج أفا، هذا ما يسمونه بغرب كردستان. طبعا هذا هدفهم هو طبعا لا يهم أكيد لا صالح مسلم ولا السيد هيثم مناع إذا بقي بشار الأسد أم لم يبقى، لا يهمهم إذا بقيت السلطات الأمنية أم لم تبقى، لا يهمهم إذا بقي القصف على الشعب السوري أم لم يبقى، همهم الوحيد أكيد هي القطعة من الأرض هذه فقط اللي يسموها بروج أفا، أي بغرب كردستان، هذا ما يسعون إليه هيثم مناع وصالح مسلم أبدا. كل البعد بعيدين هذه الميليشيا عن الإنسانية وعن ما يفعلوه. نعم شكرا لك على هذه المداخلة دكتور عبيدة مشرف أعلامي من غازي عنتاب. أشكر العقيد أحمد الحمادي محلل عسكري واستراتيجي من الريحانية، وعقيل حسين صحفي من باريس، شكرا لكم على هذه المداخلة. بعد الفاصل أنيسة مخلوف حاكمة الظل.